في هذه البيوت البلاستيكية تجرى عمليات تهجين الطماطة الاعتيادية والكرزية بأيدي باحثين من كلية الزراعة في جامعة ديالا، بعد حصولهم على سلالات جديدة نقية من مركز المصادر الوراثية للطماطة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية. أرسلونا مجموعة من السلالات النقية اللي بحدود 20 سلالة، عملنا عليها دراسة هنا في القسم، ثم بالسنة الثانية بدأنا، هاي السنة المضت بدأنا بإجراء التهجين على هذه السلالات لإنتاج هجن جديدة، وبعد ما ننتج الهجن الجديدة سنجري عملية تقييم لهذه الهجن ونختار الهجن المتميزة في الإنتاج. يقول الباحثون في كلية زراعة ديالا إنهم يهجنون الطماطة نتيجة تدهور أغلب الأصناف العراقية القديمة بسبب قلة المصادر الوراثية وتراجعها جراء الخلط الوراثي وإهمال الحكومة والمزارعين في السنوات الأخيرة، فيما يسعى الباحثون لتعميم الهجن الجديدة على المزارعين بعد انتقاء أجودها. نريد هذه الأفكار والمقترحات التي نتبناها كباحثين في كلية الزراعة أنه تصل إلى المزارع العراقي. طبعا هنا نحتاج أنه دعم من وزارة الزراعة لتبني هذه النتائج والدراسات وتطبيقها على أرض الواقع من أجل زيادة الناتج العراقي والحاصل المحلي. وبدأ تهجين الطماطة في كلية زراعة ديالا قبل نحو 3 سنوات، بينما تحتاج مراحل مشاريع تهجين المحاصيل الزراعية عادة إلى 7 سنوات لإكمالها وتحقيق نتائجها. وتعمل جامعة ديالا على تهجين أنواع أخرى من المحاصيل الزراعية في المستقبل لتطويرها وإنتاج هجن جديدة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي والحد من المستورد. علي العنبقي، ديالا، يو تي في.